هلا في هذه المحاضرة بدنا نأخذ توقيع المافريز. المحاضرة السابقة أخذنا لو عندنا كلمة كلمة، لو عندي فريز يعني تعرفوا سيرش في جوجل، لو مثلا أنا بدي أكتب له بير زيت يونيفرسيتي، أنت ما بدك بير زيت أند يونيفرسيتي، أنت بدك إياها كفريز، مش إني عن الكلمتين ولا تم الدوكيومنت، نو إنه كبلوك واحد. تعرف هاي الدبل كوتيشن بتحطوها بجوجل؟ لو بدي أبحث هيك الطريقة السابقة كان ما تقدر تأدينا الغرض. بدنا نشوف هلا في شيء اسمه بوزيشنال انفيرتد اندكس. نعدل على الاندكس تبعنا ونشوف شو بدنا نسوي. يعني هاي لو عندنا بدي ادور على ستانفورد يونيفرسيتي، لو عندي انا على فكره سنتنس زي اي ونت تو يونيفرسيتي ات ستانفورد، غلط. ما بدي هاي الجمله، انا بدي ستانفورد يونيفرسيتي. ليه؟ فهذا الدوكيومنت عندي الدوكيومنت التير والدوكيومنتس اللي فيه اللي هو الانفيرتد اندكس اللي اخذناه ما بكفي. طيب شو ممكن نساوي؟ احد الطرق او هات نعمل باي جرام، يعني باي ويرد اندكس، فبناخذ كلمه وبناخذ كمان كلمتين، صح؟ ناخذ كلمتين، يعني كلمتين مع بعض كبوستنج ونحطهم بالدكشن، بصير؟ طب بدي بدي ثلاث، طب بدي بدي اربعه، اوه مشكله، بصير عندي حجم الانفيرتد اندكس كثير كبير، صح؟ مظبوط؟ بصير عندي حجم الانفيرتد اندكس كثير كبير لو بدي اخذ اعمل يعني انجرام، يعني اخذ الدوكيومنت، اخذ كل كلمات بكلمها، بعدين اخذ كلمتين كلمتين، بعدين اخذ ثلاث كلمات اربع كلمات. او طب اليوزر كان ايه بده؟ مثلا جوز بده لحد 15 كلمه، بدور على 15 كلمه. ها؟ مش اسهل بتصير؟ اسهل؟ بصير الاندكس كثير كبير. يعني قصدي انه يعني لما ناخذ لما بنرتب فيها، يعني ناخذ مثلا كلمتين كلمتين نكون هذول الكلمتين فائدتهم هذول الكلمتين الثانيات فائدتهم، بقل عدد الكلمات اللي انا بقارن فيها، صح؟ لا، يعني جمعت اثنين اثنين؟ لا، انت بدك تاخذ الاولى بعدين الثانيه، يعني بدك تاخذ الكلمات مفردات بعدين بدك تاخذ كل توكن، أول مرة تاخذ كلمة كلمة توكنز، صح؟ بعدين زائد كلمتين، قطع كل النصوص عندك لكلمتين كلمتين. بعدين وعلى فكرة كلمتين زي الباي جرام، يعني مثلا لو عندنا هاي بنقول ايتش اوف تاخذها كلمتين. اوف ذيس كلمتين. ذيس باي ويركس، وان ويركس از، باي ويركس از، وهلم مجرة. بعدين ثلاث، بعدين أربعة، بعدين بصير كثير كثير. صحيح. مظبوط؟ هلا في حل، في حل شو بقول؟ أو هذا خزن بس باي جرام، ولما أنت شو بدك أنت؟ بدك ستانفورد يونيفرسيتي، صح؟ سوري متأسف، لو بدك تدور على ستانفورد يونيفرسيتي بالو ألتو، هيك. فشو تساوي؟ قطعهم بس كلمتين كلمتين، يعني هيك بكتب. انه قطعهم كلمتين كلمتين. فيش داعي اخذ اخزن بالانفيرتد اندكس تبعي بير زيت ستانفورد يونيفرسيتي يونيفرسيتي بالو بالو التو، نو خلص خزنهم هاي وخزن هاي الحال. ها؟ ولما تيجي تدور دور قول انا بدور على بدك تدور على الجمله كلها، ها؟ فاعطيني الدوكيومنت اللي وردت فيها هاي ووردت فيها هي. سوري متأسف بتخزنهم، متأسف انا خربشت. فلما تيجي لو تخزنهم بدل ما تعمل ترايب جرام، يعني بدل ما تعمل ترايب، يعني انت اوكي عندي هاي الجملة وانا لو بدي اعملها ابنيها في الاندكس شو بتساوي؟ بدي اجي كنا اقطعها لكل كلمة كلمة، صح؟ مظبوط؟ كان بعيد. وبعدين اخر باي جرام
اخذ هذول الكلمتين وهذول الكلمتين وهذول الكلمتين باي وير واخزنهم او نسميها باي وير ها واخزنهم في الانفرتد اندكس تبعي. طب لو بدي ثلاث بدي اخذ هذول الثلاث وهذول الثلاث وهذول مجرد صح؟ مزبوط؟ هيك انا كنت احكي. في حدا شو بقول؟ لا بدناش ثلاثة، خلص إذا عندنا اثنين بقدر أدور. إذا عندي اثنين بقدر أدور، كيف؟ بتقول له اعطيني هلا كويري مثلا، كيف تدور على هاي كلها؟ ها؟ تدور عليها كلها. فبدل ما أروح أبني بدل ما أبني بالإنفرتد إندكس لثلاثة وأربعة خلص من اثنين بقدر شو اساوي؟ اقول له اعطيني الدوكيمنت اللي وردت فيها هذول الكلمتين ونفس الدوكيمنت وردت فيها هذول الكلمتين ونفس الدوكيمنت وردت فيها هذول الكلمتين. صحيح؟ برجع نفس النتائج؟ ها حمزه؟ دكتور بس احنا هاي الجمله احنا ممكن لما نقسمهن كي يعطينا بس في الاخر ما بعطيكش نفس الجمله بترتيبها انها مكون من اربعه. برجع لي جملة برجع لي فولس بوزيتيفز هي موجودة بس مش زي ما بدك انت برجع لي فولس بوزيتيفز شو يعني؟ يعني بجوز في دوكيمنت وردت فيها وعن جد وردت فيها وردت فيها هذول بس ما وردش فيها ك جملة كاملة صح؟ مظبوط؟ ففي عندي هاي الطريقة في عندها فولس بوزيتيفز زي ما شرحنا الاندكس كثير بيكبر برضه حتى بالباي ويرز باي جرام برضه بيكبر كثير ف this is not practical or standard solution. شو الستاندرد سوليوشن اللي اساوي اللي بنسميه بوزيشنال انفيرتد اندكس؟ شو اساوي بالضبط؟ كنا عند التير شو كان في الانفرتد اندكس؟ التير على فكره الفريكونسي وايش كمان؟ والدوكيمنت اي ديز. هلا بس بدي كمان في كل دوكيمنت اي دي اخزن البوزيشن تبع هاي وير البوزيشن تبع هاي وير. يعني مثال بي عندي دوكيمنت سوري عندي كوربوس وعندي كلمه بي بي كم مره وردت؟ 993 ألف ومش عارف كم مرة وردت في دوكيمنت واحد واثنين وأربعة وخمسة هيك أخذت. هلا البوزيشنال إندكس شو مخزن؟ كمان في أنو بوزيشن في الدوكيمنت واحد وردت كلمة بي؟ يعني بي وين وردت؟ وردت في بوزيشن سبعة بوزيشن 18 بوزيشن 33 بوزيشن شو هذا البوزيشن يعني ترتيب الكلمة في كلمة الدوكيمنت. دكتور مش الاندكسنج بروسيس هي اللي بتسوي هاي الشغلات؟ وانت بتعمل اندكسنج وانت بتكتبني ها يعني انا بعطيك دوكيومنت وانت بتكتبني ها على فكره مشروع بعطيكم الدوكيومنتس اللي معاكم شو تسووا فيها؟ تبنوا لها بوزيشن انفيرتد اندكس كيف؟ نجزء الكلمات ونبقى عارفين في كل دوكيومنت نبقى عارفين الهاي دي وين شو ترتيب هاي الكلمة في كل دوكيومنت خزنوا هيك ها؟ هلا يعني كيف استعملوا هذا لما استرجع ولا ابسط منها؟ بقول مثلا اذا انا بدور على بير زيت يونيفرستي وبعرف انه بير زيت كلمه بير زيت وردت في بوزيشن 87 معناته انا بدور معناته شو لازم يبقى يونيفرستي بدك تكون 88 جنبها جنبها. في سؤال؟ تمام. في عندي مثال بدور على أنا بدور على تو بي
أو to be or not to be. عندي أنا بدور على فريز. أنا بدور على فريز to be or not to be. وعندي positional index زي هيك. فشو أساوي؟ بشوف تو هلا بدي بعد هالبي صح؟ تو فباجي بقول اعطيني الدوكيومنت اللي وردت فيها كلمة تو وبي. هذا أول جزء من السؤال. تو وبي اثنين هاي الدوكيومنت الثاني وردت فيها تو. في عندي واحد هون لا يعني هاي الدوكيومنت ورد فيها بي ورد فيها بي بس ما وردش فيها تو. مزبوط؟ مزبوط؟ فهذول الاثنين مالهم؟ بلزمونيش زي الجرثيم القديم بلزمونيش. بعدين بجيب ادور اه تو بي وردت في الثنتين وردوا في دوكيمنت اربعه. اوكي التو وردت في بوزيشن 8 و16 و90 و200 و49 و400 مزبوط؟ وهان والبي وردت في 17 و100 و90 والى اخره. مزبوط؟ هلا بعدين فهلا هاي بما انه هاي الكلمه وهاي الكلمتين وردت في دوكمنت اربعه معناته هاي كانت معناته ببلش تتطور. هلا تو كبر صح؟ ثمان وردت تسعه؟ لا لا معناته هاي لا او هاي لا. 16 وردت 17؟ اه اه معناته ايش؟ معناته في دوكمنت اربعه بوزيشن 16 و 17 بكين كلمتين توبي صح؟ بكم؟ 190 191 هذا وردت كمان مرة. 249 429 429 وردت بس بعنينيش او 430 رجع 433 في 434 اوكي رجع. هاي بكم؟ هاي سبعة وردت لون معناته معناته كلمة تو ما وردتش بخمسة وكلمة بي ما وردتش بسبعة معناته هذول اللي ما بديش اياهم خلص ما طلعش على الكلمة. وده كيف بساوي؟ كل هذول بنفس الدوكيومنت هذول عندنا هي نفس الدوكيومنت. شو يعني كل بنفس الدوكيومنت؟ خليه برضه على سؤالك عليه. في حدا عنده سؤال ثاني؟ في حدا مش واضح عليه اعيدها؟ اه؟ اعيد هلا كمان مرة. هلا انا بدور على توبي مزبوط كفريز من كين ورا بعض بقول شو من الدوكيومنتس اللي وردت فيهم رجع لي الدوكيومنتس اللي وردت فيهم كلمة مش تو لحال وبي لحال از بلوك توبي مزبوط. طب الانفيرتد اندكس تبعي انا بخزن كلمة كلمة صح؟ هلا كلمة هيك مخزن شو مخزن في الانفيرتد اندكس تبعي؟ الكلمة الكلمات يعني والبوستنكس بس ضفت على البوستنكس ايش؟ البوزيشن تبع هاي الكلمة في كلب هذيك الدوكيومنت مزبوط؟ فلما باجي هلا ادور باجي بس هل ورد عندي تو وردت في دوكيومنت اثنين؟ هل بي برضه وردت في دوكيومنت اثنين؟ لا معناته هاي بتلزمنيش وهاي برضه ما بتلزمنيش بل وردت في اربعه بي تو وردت في أربعة هل بي وردت في أربعة؟ آه أوكي ها شوف ها بس الحالة هذا السؤال في أنو بوزيشنز وردة هل بلكة وأنا بدور هل حروح ألكة إنها وردة ورا بعض؟ هلا عندي تو وردت في بوزيشن ثمانية هل وردت تسعة؟ هل تسعة بكت بي؟ لا فلت عندي 16 هل بي بعد 17 اه اوكي معناته هاي الدوكيومنت اربعه وردت فيها ايش؟ توبي توبي وين؟ موقع 16 17 ما هي نفس الدوكيومنت 16 17 طيب بدور على اماكن ثانيه وردت فيها بدور بلكه 190 هل 191 بكت بي؟ اه معناته هاي وردت مرة وهاي كل مرة عندي 429 هل وردت هل بعدها هاي بلكة انه كمان وردت بي مطرح
تسميش صح؟ يعني دائما انا عشان هالتوب بي دائما بدور من هون اشوف البوزيشن اللي بعده وبمشي فيه. وضحك؟ طيب هلا البوزيشن اندكس يعني كان بي برضو كومبريست على فكره بس اللي بدي اقول لكم اياه انه ذيس از يعني هذا الستاندرد الايام هاي في السيرش انجنز كيف بتتخزن كيف نعمل انفورميشن يعني هاي الستاندرد دول وبنعمل فيها اللي هو الفريز كويز هذا بنسميهم فريز كويز يعني بس هذا هون بس عشان اقول لكم انه هاي الطريقه ستاندرد ليه؟ طيب هل بيختلف حجم اني احزن البوزيشنز بيختلف حجم الانفيرتد اندكس عن البوزيشنال انفيرتد اندكس؟ من الواقع العملي في حدا بيقول انه بتزيد مرتين لاربع مرات. ومن 35 ل 50% يعني هذا تم تزيد. طبعا هذا للانجلش للغه العربي بعرفش باختصار ما بقدرش اجاوبكم بس انتوا لما تجربوا العربي بنشوف لانه بتختلف الاستيمنج برضه يعني انت برضه لو بتلعب بالاستيمنج مظبوط؟ العربي بتلاقي اصلا بالتخزين وبتخزن الضغط دائما بلوكس واكثر من الاو بايس. لا نحن بنقارن بوزيشنال انفيرتد اندكس في الانفيرتد اندكس العادي، بنقارنش قديش الانفيرتد اندكس العادي عن الانفيرتد اندكس عادي واحد عربي واحد انجليزي. طيب واحد اخر سلايد اخر سلايد هلا احنا بالضبط شو اللي سويناه؟ عملنا بوزيشنال انفيرتد اندكس وكل اخر شيء كان انه كل توكن كان بالانفيرتد اندكس الدكشنري شو بقوها؟ 1 وير صح؟ وكان في اقتراح قبلها انه اعمل باي ويرز صح؟ وتراي ويرز مظبوط؟ في حدا هون بيقترح بقول تعرف انت تلغيش الباي ويرز ليه؟ تغيرهم مش على فكره باي او تراي او الاخر في بعض الباي ويرز عن جد كثير تتكرر كثير تتكرر زي مثلا السلطه الوطنيه الفلسطينيه زي مثلا جامعه مير زيد زي هي بلوك واحد صح؟ ففي كثير بتتكرر ففي حدا شو بقول؟ اوكي خذ اجمع بين الاثنين باختصار تخزنش كل الباي ويرز خزن الكومون الموست فريكوينت باي ويرز بهاي الحالة زي تقول برضه بتجمع عملية الثنتين فوائد الثنتين في اي سؤال؟ عكس الستوب ورد الستوب وورد كل الستوب وورد كنا لانها كومن وهاي تشيلها هذيك تو فريكوينت هذيك الستوب وورد بتلقاها في كل الدوكيومنتس نفسها فيعني اتس اوفر انك اصلا فهون احنا بنحكي عن كومن الويرز العاديه نو بحكي مش عن موست كومن ويرز بحكي في فيري فريكوينت باي ويرز او تراي ويرز يعني بنقول جامعه كبير زيد وزارة المالية هذول دائما بسم الله الرحمن الرحيم هذول مالنا دائما يعني في بعض الباي ويرز كثير تيجي مع بعض فإذا كان كثير كومون خذ الكومون منهم بعرفش قديش توقف بس خذ الكومون منهم بقدرش أقول لك قديش حسب أنت تقدر وضيفهم على البوزيشنال انفيرتد اندكس بهاي الحالة بتوفر حالك برضه كمية شغل كثير. از بوزيشن واحد يعني بقول بسم الله الرحمن الرحيم از بوزيشن واحد بوزيشن خمسة نعم اوكي نعم صحيح في أي سؤال؟